وعلى أي حال، وبناء على تلك الشبهة جاء فيما بعد من نسج على منوالها، وبدأ يختلق الروايات على لسان أهل البيت ويتلاعب بالتاريخ ويدس ما يريد في صفوف الشيعة باسم التقية. ثم جاء من جمع تلك الروايات فنسبها إلى الشيعة أو إلى أهل البيت وهم منها براء، وأعاد أولئك الغلاة قراءة التاريخ الإسلامي وكتابته من جديد، فأضافوا إليه من عند أنفسهم ما لم يحدث أبدا، واختلقوا أساطير تاريخية زرعت الحقد والعداوة والبغضاء على الصحابة الطاهرين، وتركت أثرا سلبيا على وحدة المسلمين النفسية على مدى التاريخ. وكان من الأمور التي ضخموها موضوع فدك التي أفأها الله على رسوله يوم خيبر بلا قتال، فأعطاها لابنته السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، وعندما تولى أبو بكر الخلافة استرجعها منها باعتبارها من الأموال العامة، ولكن الزهراء قالت أن النبي أعطاها لها منحة، فطالبها بالشهود فجاءت بزوجها الإمام علي وأم أيمن فشهد لها، ولكن أبو بكر رفض الحكم لها برجل وامرأة وطالبها بمزيد من الشهود، فانصرفت فاطمة غاضبة. وإلى هنا فالقصة مما يجمع عليه المؤرخون، وهي كما هو واضح قصة خلاف قضائي شخصي، يعني لا يحمل معنى أدائيا ضد الزهراء. وقد راجع الإمام علي عليه السلام في أيام حكمه القاضي شريح في دعوى بسرقة درع له ضد ذمي، تعرفون القصة، يوم من الأيام الإمام فقد درع اللي بسوها يعني، فسرق واحد ذمي ولم يكن معه شهود الإمام، ذهب القاضي سأله فقال له وين شهودك؟ الإمام علي قال ما عندي شهود، قال له خلص يا أيها الذمي أخذ الدرع وروح، ولم يغضب الإمام علي من ذلك. يعني بالحكم بالمحكمة مسائل عادية هذه، ولكن الغلاة أضافوا على تلك القصة قصة فدك خطبا مزعومة وموهومة، قالوا أن السيدة فاطمة الزهراء ألقتها في المسجد ضد أبي بكر والمهاجرين والأنصار وذمتهم فيها كثيرا. ويوجد نسخ عديدة لهذه الخطب المتناقضة، وكلها منقولة عن كتب مجهولة من القرن الثالث والرابع والسادس بلا أسناد متصلة أو رواية موثوقة. طيب الآن خلي نتجاوز هذه النقطة.